تمام الاعتدال، نفرق الفقهاء، نفرق بين هذا وهذا. ثم تستحضر عظمة الصلاة وعظمة من ستلاقيه في الصلاة، وتجتهد أن تستحضر قلبك إذا أردت أن تصلي حتى تجمع نفسك في الصلاة، وينبغي أن تكون حريصاً على الخشوع من أول الصلاة إلى آخرها. ثم نقول الله أكبر، ثم نخفض اليدين إلى الموضع المسنون وهو أسفل الصدر، هذا أسفل الصدر تقريباً أو فوق السرة هكذا. ولك ثلاث صفات، هذه الصفة وهذه الصفة اللي هي القبض، صفة القبض هكذا، واحذر من القبض المبتدع وهو هكذا، يحطون ثلاثة أصابع واثنين يقبضون بها، قالوا نجمع بين القبض والوضع، هذه بدعة محدثة ذكرها بعض الفقهاء وهي لا تجوز لأنها بدعة. والصفة الثالثة هكذا، أن تضع هكذا على الذراع بدون قبض هكذا، وهذه في حديث أبي حميد. فهذه الصفات، إذا نعيد مرة أخرى، الله أكبر، ثم إذا انتهى التكبير تخفض، ما تخفض إلى الأسفل، تخفض خفضاً إيش؟ يسيراً، الله أكبر هكذا. طيب قلنا أنك ممكن تقدم التكبير، تقدم الرفع لا بأس، فهذا ثلاث صفات، الله أكبر هذا معاً، الله أكبر قدمت التكبير شوي لكن ما تؤخر حتى تنتهي ثم ترفع، ترفع قبل التكبير الله أكبر. من الخطأ الذي لا ينبغي الله أكبر، هذا خفض وليس رفع، وأشد منه اللي يقول كذا لين يصلي الإمام يقعد له دقيقة ثم يخفض، هذا خلاف عكس السنة، عكس السنة. طيب إذن نقول الله أكبر، فأضع يدي هكذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، إلى آخره، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخره، ذكرناها بالتفصيل. طبعا أنا الحك هذا ما هو تبع الصلاة، وأنا ماني في صلاة فحكيت يعني، ولا ترى من الإشكالات الكثيرة عندنا أن الناس يقولون أنتم يا أهل نجد بالذات يا كثر حركتكم في الصلاة، فذلك احذروا من الحركة في الصلاة. نعم يا ابني، نعم أنا إيش قلت؟ دائم سبحان الله في الدروس، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هكذا السنة، أو اللهم باعد بيني، أو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، هذه ثلاث صفات، وفي غيرها اللي يحفظ يقولها. طيب تنظر إلى موضع سجودك، قلنا الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه أفضل الصفات، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لا بأس بها وحسنة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه أربع صفات كلها سائغة، لكن الأفضل والأكمل والأحسن وهو الذي ينبغي كثرة المحافظة عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، هذه أفضل الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طبقنا هنا سنة إيش؟ الوقف عند رأس الآيات، وإياك أن تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذا خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل آية أعطها حقها واقطعها عن التي تليها. وإذا أتيت إلى قوله تعالى إياك نعبد فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك أن تقول إياك نعبد وإياك، إياك نعبد، أحياناً ما أعرف أنطقها لأنها غلط، إياك نعبد، ما الفرق؟ هذه بدون تشديد والواجب مشددة، وإياك أن تقول إياك نعبد بكسر الباء، وهذه من الأخطاء التي نبهنا عليها أو على بعضها. ثم إذا وصلنا إلى ولا الضالين قل ولا الضالين، ولا تقول ولا الضاء ولا الضاء، إنما تقول ولا الضاء، واللسان يكون في أعلى
في أعلى الحنك العلوي عند الأسنان، ولا الضالين ولا الضالين، طبعا بدون تشديد على النفس، ومن أخطأ إن شاء الله فلا حرج عليه كما يقوله أكثر العلماء، لكن هذا هو الذي ينبغي. ولا الضالين، تمت الضالين ست حركات. وإياك أن تقول آمين، تقول آمين حركتين، آمين هكذا. والأفضل أنك تسكت بين ولا الضالين وآمين. ولا الضالين آمين هكذا. وليوافق تأمينك تأمين الملائكة وتأمين الإمام، الثلاثة مع بعض، لا تحرم نفسك الأجر أن توافق أنت والإمام والملائكة، هذا هو الصحيح وقول جمهور العلماء. تسكت سكتة لطيفة ولا تطيل هذه السكتة، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ما تجهر بالبسملة، بينك وبين نفسك بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا انتبهوا إلى القضية التي نبهت عليها مرارا، لابد تحرك لسانك إيش بالقراءة وشفتيك، وإياك أن تقول هكذا، هذا صم بكم، ما يصلح هذا، لابد من القراءة، وأقل القراءة التحريك، وذكرنا هذا مرارا، وقلنا الذي لا يقرأ لا صلاة له بإجماع الفقهاء. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان في بداية السورة، طيب إذا بتقرأ من أواسط السور، مثلا تقرأ مثلا آية الكرسي، تبدأ بدون تسمية ولا استعاذة، تقول مثلا آمن الرسول على، تقول مثلا أو آخر البقرة آمن الرسول، تقرأها بدون استعاذة ولا بسملة على طول. فإذا انتهينا مثلا نقول قل هو الله أحد، الله الصمد بالفصل أيضا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أحد، الله أكبر. لاحظوا السكتة الخفيفة، لا تقل ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر أو أحد الله أكبر، هذا خلاف السنة، إنما نقول لم يلد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. طيب نلاحظ هنا التكبير، التكبير يكون مع إيش الانتقال، لا قبله ولا بعده، فلا تقل الله أكبر ثم تركع، هذا ما يجوز، ولا تقل الله أكبر وإن كبرت الآن في الركوع، وهذا أيضا لا يجوز. نعيد مرة أخرى، الله أكبر، طبعا هذا بيزعجنا شوي فنوخره عشان نقدر يعني شوي بس، جزاك الله خير. نعيد الله أكبر، أجتهد أني أسوي ظهري مع رأسي، الآن تقريبا مسوى ولا أنا غلطان؟ مسوى. طيب وترون إيش، طبعا خل الشماغ بس أنا عشان تشوفون، طيب تلاحظون معي عشان تشوفون اللي أنا مسويه الآن اللي هو شميناه، التوتير تقويس خفيف، وإياك أن تخالف السنة بزيادة التوتير، هكذا يعتبر خلاف إيش السنة. طيب وإياك أن تمس المس هذا يجعل رأسك فوق وظهرك فوق، واضح الآن؟ هنا الشد. طيب ولاحظوا أيضا تطبيق سنة وضع اليدين على الركبتين، الله أكبر على طول حطها على الركبة، وتكون مفرجة وهي إلى الأسفل، وبعض الفقهاء يقول إلى القبلة، والمراد إلى الأسفل يعني. ثم أقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وإياك أن تسبسب، سب 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 سب، هذه من أين يأتي بها هؤلاء؟ كل جملة لوحدها سبحان ربي العظيم، وتجتهد أن توافق عقلك. الله يجزاك الجنة، شكرا يا عم، شكرا يا حبيب قلبي، شكراً يا حبيب قلبي، شكراً، أشكرك، أسأل الله يرزقنا وإياك الجنة والجميع والفردوس الأعلى من الجنة.
طبعا بما ان هذه صارت كانها صلاه حقيقيه في السجاده نقول يسن لك، عطنا هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء عشان يعني نكمل نعطيكم الفوائد ان شاء الله، يسن لك ان تضع سترة، لكن ليست هكذا، هكذا السنه تكون مثل ايش؟ آخرة الرحل وهو ذراع 56 وقيل 54 سنتي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع العصا تسمى العنزة بين يديه، فنقول السنة تضع لك، طبعا لا تجعلها ملاصقة حتى نكون بعد نطبق صح، لأن المشكلة الحين كل بيشوفها وبيقول أخطأ، احنا ترى ما ندقق في هذا بس نحاول ندقق، تكون بينك وبينها ممر ايش؟ شات، شبر ونصف تقريبا، ممر شات مو ممر بعير، شات يعني شبر ونصف تقريبا، هذا بيني وبينها ممر شات تقريبا، لا تدققون علي لاني بعد ما عاد اقدر ارجع اكثر. ها الان هذا ممر شات، تجعل بين سجودك وبينها ممر شات، طبعا لا احد يدقق في ذي، هذه ماني بنطبق فيها بس ابي عشان هذه هكذا، شفت اللي بيني وبين ها؟ طيب أما السجود بنذكره بعد شوي في مكانه. أبعاد أرجعها عشان أسهل لي بس في العمل. طيب وش وصلنا لها الحين؟ ركعنا؟ ركعنا ما بعد رفعنا مفروض. طيب الله أكبر، طبعا تلاحظ قضية أنك أحيانا تقول الله أكبر، هذا حذاء إيش؟ ولا تسوي كذا، تقول الله أكبر أو تقول حذاء المنكب الله أكبر، زين؟ طيب احنا الان كل شيء يعني طبقناه وعلمنا بين الاذكار ذكرناها وهي متنوعه، وايش بقي لنا؟ بقي لنا الرفع تقريبا. طيب نقول سمع الله لمن حمده، انا الحين امام او منفرد؟ مأموم، الامام قال سمع الله لمن حمده، انا اقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، زين؟ ما عندكم شيء حط هنا عشان الصوت اخاف انه ما يصل، انا ما ودي اقربه لانه يمنعني من الحركه، ولا ارفع شوي لا باس. ابو حبيب هذا حبيب على اسمه، واسم على مسمى، يا ما اجمل في الانسان ان يطابق اسمه مسمى. طيب وش وصلنا له؟ قلنا رفعنا من الركوع. طيب الحين هذا احنا راكعين سمع الله او غيره نقول هكذا السنه، طبعا نرفعها هكذا ثم نضعها ايضا ايش؟ على الصدر او على البطن، يعني في المنطقه هذه او المنطقه، كله سائق هذا او هذا، وذكرنا بالتفصيل. طيب نقول ربنا ولك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد، وفي الليل صلاة الليل وإن قلتها الفراغ لا بأس، تقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، تكررها ما تيسر، هكذا السنة إذن، وتقول ما بقي من الأذكار يعني حمدا كثيرا ملء السماوات إلى آخره. لا تفعل الخصال الثلاث العاتية، ذكرنا ثلاث خصال هي بدع لا تفعلها، سأطبق الخطأ الآن حتى لا نفعله، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. طيب يا حبي لك والله ما حد يقول هذا في الركوع، يا حبي لها الرجال. قلنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا صح ولا خطأ؟ خطأ خطأ، إنما الصح هكذا. طيب الثاني ربنا ولك الحمد ملء السماوات، هذا وش الخطأ؟ رفع البصر إلى السماء. الثالث ربنا ولك الحمد ولك الشكر، وش الخطأ؟ زيادة الشكر، من أين لك هذا؟ ما فيه. طيب ثم الآن سنسجد، الآن نحن الهز، احنا ما نذاكرين كلش، الهز 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 هذا يمرن ظهره صحيح ولا لا؟
يسوونه الناس للأسف تمرين الظهر في الصلاة، وبعضهم يقول الصلاة رياضة، خل نسوي الرياضة هذه زين. بل رأيت من يطقطق ظهره في الجلوس، يسوي كذا طق 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 ليه طقطق طق 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 ليه طقطق. يا جماعة عظموا ما عظم الله، عظموا ما عظم الله. الصلاة هي أعظم ما عندنا بعد التوحيد. طيب نرجع نكمل، احنا قمنا من الركوع كذا. طيب احنا الآن ربنا ولك الحمد إلى آخره. طيب نبي نسجد، المكان فيه بس ضيق، أنا ما ودي أوخرها عشان تثبت، لكن وخروها 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 عشان نستطيع أن نرتاح شوي. طيب أترك طبعا هذا وأقول الله أكبر، وأفرج بين يدي إذا كان ما في إزعاج للي جنبي، أفرج إذا كان في إزعاج أقربها، ويعني أفرج قدر استطاعة. لاحظوا اليد هنا بجانب الوجه عند الأذنين كذا ولا لا؟ أو نقول شوي نرجعها قدام إيش؟ هذا سنة وهذا سنة. وأمكن الجبهة، ما أرفع الأنف، لا أرفع الأنف، أمكن الجبهة هكذا هكذا زين، ولا أرفع رجولي. لاحظوا رفع الرجلين هذا، هذا ما يجوز، ما يصلح ترفع رجولك، ولا يصلح تحط رجل على الأخرى. مثل عشان الصورة، الصور بعض الناس مثلا في السجود نقول هكذا، السنة أنك إيش؟ لاحظ للقبلة، هذه تكون للقبلة هكذا. طيب الآن إما أن أرص أو أن أفرج تفريجا إيش؟ لكن لا أقول هكذا، هذا خلاف السنة. السنة إما هكذا ترص العقب زين، أو تفرج تفريج يسير هكذا، ولا ترفع هذه، هذا ما ينبغي أنك ترفعها، وإذا رفعت السجود كله معنى تركت واجب أو ركن، ولا تسوي كذا، هذا ما يجوز، ولا تسوي كذا، هذا ما يجوز، ولا تسوي كذا، هذا ما يجوز، كل هذا غلط زين. طيب يا رب، ها ها، بداية التكبير نعيد لكم صيغة التكبير بصوابها وخطأها. السنة الأقرب طبعا الواجب أن يكون التكبير أثناء الانتقال لك، إما أن تبدأ من البداية، الآن أنا واقف أقول الله أكبر، خلاص أنا انتهيت أكمل بدون ذكر زين، ولك أن تأتي به في النص الله أكبر، ولك أن تأتي به في النهاية، خاصة الإمام ممكن يؤخره، فتقول هكذا الله أكبر. أهم شيء أنتهي بوضع الجبهة على الأرض، أنتهي. طيب هذا التطبيق الصحيح لك، هذه الصفات الثلاث تقدر تسوي أي واحدة منها، لكن إذا كنت منفردا أو مأموما فأحبها وأظهرها وأقربها للسنة أن تبدأ مع بداية الانتقال، يعني تقول هكذا الله على طول على طول، وينقطع صوتك في النص وتكمل بدون كلام. طيب الصفة الخطأ، هذا اللي يفعله بعض الإخوة الفضلاء الأئمة، وننبههم يقول الله يجزاكم خير، اتبعوا السنة ولا تسوون الحركة هذه. طيب يقول لك الحين هو واقف بيسجد، بل بعضهم يسوي كذا للميكروفون، جيب لك شيء طويل عشان ما تتحرك في الصلاة، جيب لك شيء طويل الله أكبر، ميسر عشان ما يسبقونها الناس زين. والعكس كذلك، خاف اني انساها بعدين، اذا قام من السجود قام كذا ويوم وقف يلا عاد يبو الله أكبر، هذا في غير محلها، في غير محلها. فهذه الصفتان خطأ. الصفة اللي تجي بالنص، بالنص يعني تجاوز فيها بعض الفقهاء وسهلوا، وهي غلط طبعا بالاتفاق، لكن ما تصل إلى درجة هذه اللي هو أنك تكبر قبل أو تكبر بعد. التكبير بعد ما طبقناه صح، التكبير أيضا عكس الأول، أنك تكبر بعد ما تسجد، سوي كذا
الله أكبر، هذا ما يجوز، لأنك التكبير راح محله، انتهى محل التكبير. طيب التطبيق الخطأ الثاني اللي هو أخف من الأول، يجي يقول لك والله الله أكبر، جاب نصف التكبير في الانتقال والنصف الباقي وين؟ وفي القيام ايش يقول؟ سوي كذا الله أكبر، كمله وهو قد استتم قائما، فينبغي أن يأتي به قبل أن يستتم قائما. وفي مسألة حلوة حقة استتمام قائما، إذا بغيتوها ذكروني بها، بس ما أظن في وقت اليوم. طيب وش وصلنا لحنا؟ سجدنا، سجدنا. طيب هذا السجود وعرفنا كيف نسجد. طيب الله أكبر بين السجدتين، شوف أصابعي تصير هنا على الفخذ في نهاية الفخذ، ولا أفرج هنا، لا تكون إيش؟ اليد أقرب، المرفق يكون أقرب إلى الفخذ هكذا. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو تقول، أو ممكن تجمع بينهما، رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، هذه 7 ألفاظ. طيب ثم تقول الله أكبر، الله أكبر، وتجلس. طبعا الجلوس هذا قد يعني ذكرنا الكلام فيه، هو جلوس الاستراحة قبل أن تقوم للركعة الثانية، قلنا أنك تفعلها أحيانا. كان أحد الأخوة يسألني كيف جلوس الاستراحة، هكذا تجلس مفترشا تكبر أثناء القيام مثل ما سوينا الآن، الله أكبر، ثم أضع يدي على الأرض وأعتمد عليها في القيام، هذا ثابت في حديث مالك بن الحويرث. أما إذا لم أجلس للاستراحة فأقوم للركعة الثانية على ركبتي هكذا، تعتمد على إيش؟ على الركب وليس على الأرض. طيب هل تعجن؟ هل تعجن كأنك تعجن العجين؟ لا، ما له داعي العجن هذا، إنما ظاهر إطلاق حديث مالك بن الحويرث أنك يدك مبسوطة وتقوم بدون عجن، طريقة العجن هذه أكثر العلماء لا يرونها. طيب قمنا للركعة الثانية، ما في تكبير، ما في عفوا ما في إشارة، إنما نقول الله أكبر، ثم نضع اليد هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، على الخلاف الاستعاذة ذكرناه، فإن استعدت فحسن، إن لم تستعد فلا حرج. ثم تقرأ الفاتحة كما تقدم، وتقرأ سورة بعد السورة هذه وأقصر منها التي قرأتها في الركعة الأولى. طيب نكمل الصلاة ثم نجلس للتشهد، إذا نسينا شيء مهم ذكروني به. الآن نحن راكعين، خلنا راكعين. ربنا ولك الحمد السماوات وملء الأرض، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أبدأ من بداية التشهد، قبض الخنصر والبنصر والتحليق بالوسطى مع الإبهام، وأشير بالسبابة وأنظر إلى السبابة هكذا، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، والأول عبده ورسوله أكثر في الأحاديث. طيب انتهيت، هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا فيها خلاف، لكن هنا مسألة جميلة، بعض الأئمة يطيل لأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسكت، صلي على النبي، طول أكثر، ادعو بما تيسر، لا تسكت. بعض الفقهاء يقول كرر التشهد، هذا التكرار لا وجه له ولا داعي له ولا حجة له، بل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
وأفضل الصلاة طبعاً هي الصلاة الإبراهيمية المشهورة، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخرها، وهي ثابتة في أحاديث عديدة أشهرها حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. طيب انتهينا نحن الآن من التشهد الأول، كيف أقوم؟ نفس الكلام اللي قلناه في القيام، تقوم هكذا وتعتمد على إيش؟ ركبتيك. طبعا القادر اللي ما يقدر يعتمد على يديه لا بأس يعتمد على يديه. هل فيه تكبير رفع يديه مع التكبير؟ نعم، احنا الحين رفعنا، نعيد من جديد، فيه بعض العلماء يقول تقول هكذا الله أكبر ثم تقوم، هذا قاله بعض العلماء لكن خلاف الصحيح وخلاف اللي عليه الجمهور، فانتبهوا، موجود في بعض الكتب هذا يذكرونه. طيب سوي كذا، قلنا الله أكبر وارفع يدي ثم أقرأ بسم الله، كثير من العلماء هنا لا يرى الاستعاذة، لكن عموما استعذت أو بدأت بالبسملة وأكمل صلاتي، لكن في الركعتين الأخريين لا أقرأ بعد الفاتحة شيئاً إلا في صلاة الظهر، أحياناً أقرأ في الركعة الثالثة والرابعة قراءة قصيرة، ثم خلصنا من الرابعة نجلس للتشهد الأخير. التشهد الأخير قلنا نحن نتورك، هذا هو التورك، هذا هو التورك. تكون هذه منصوبة ومتجهة بأصابعها إلى القبلة، وتكون سأذكره بعد ما خلصنا من التورك. واضح هذه الرجل تكون تحت الساق، تحت إيش؟ تحت الساق هكذا. طيب والطريقة نفس النظام، يدي اليسرى هكذا متجهة للقبلة بدون ما أضم ولا أفتح، تكون على طبيعتها بهدوء على طبيعتها. وأما اليمنى فلخياران، إما أن أقبض جميع الأصابع ومن البداية التحيات لله هكذا، وضع الإبهام على الوسطى زين هكذا، أو أنني أحلق خنصر بنصر ثم هكذا وأقول التحيات لله وأنظر إليها، التحيات لله وأكمل التحيات ثم أقول اللهم صل على النبي محمد إلى آخره وأكمل. إذا انتهيت من التحيات ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أدعو بالأدعية الواردة ثم أدعو بما تيسر. من أشهر الأدعية الواردة اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم أسألك، تبدأ تدعو بما تيسر لك، إن كنت إماما فلا تطيل على الناس، وإن كنت منفردا فادعو بما يسر. هذا من أفضل مواضع الدعاء، السجود وآخر الصلاة، السجود وآخر الصلاة، هذه من أفضل مواضع الدعاء في الصلاة. ثم نسلم. أنا إلى الآن مثلا خلاص، ثم سأترك هذه ثم أقول السلام عليكم ورحمة الله. وإياك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. هذه بدعة جديدة لا تعرف عند أمم الماضية، ما في عصرنا هذا. ثم أقول أستغفر الله. طبعا التورك قلنا لكم في الإلقام التورك، أنا نسيت أتورك في الأخير، الإلقام هذا هكذا